مرحبا، شلونكم اليوم؟ راح اشوفكم كل ادوات ومنتجات الشعر اللي دا استخدمهم بالوقت الحالي، واذا دا تسمعون اصوات بالخلفيه راح احاول اقصهم من اسوي مونتاج. اتمنى ما راح تسمعوهم او ما راح ينسمعون من اقصهم، بس لانه انا اليوم دا اسوي فيديو بمكان جديد بالبيت اللي هو تحت البيسمنت. هسه اشتريت هاي الباك جراوند واضاءة جديدة، فدا اجربهم اليوم وياكم. اتمنى راح احبهم، لحد هسه ما اعرف لانه ما اقدر اشوف بالكاميرا اذا احبهم او لا لحد ما اسوي مونتاج. فاتمنى الاصوات ما تزعجكم، لانه كل شيء دا يسمونه كلابي وشون فوق اسمع هنا، فراح احاول اقص الصوت واتمنى ما يبقى بالفيديو. على كل حال اليوم راح اشوفكم كل ادوات ومنتجات الشعر اللي دي استخدمهم بالوقت الحالي. انطلب مني فكرة هذا الفيديو من فترة، بس انا متأخرة شوية بالطلبات، فاذا قلتوا لي فكرة فيديو قلتوا لكم راح اسويه ولحد هسه مو مسويته، ما تديرون بال راح اسويه، لانه طبعا كاتبة قائمة طويلة عريضة على فيديوهات اريد اسويهم على قناتي عن قريب يا رب. فراح ابلش باول شيء انه اسوي شعري، من اغسل شعري هيجي. ما اعتقد راح تستغربون، بس الشامبو والكونديشنر اللي استخدمهم هم من اول بلاكس، حكيت عليهم على قناتي من قبل، ما راح اروح بالتفاصيل على كل شيء احكي عليه، بس لانه حكيت عليهم قبل راح اخلي الفيديوهات اللي رحت اللي حكيت بيهم بتفاصيل اكثر اذا تريدون تشوفون هذول الفيديوهات. اني هسه بهذا الفيديو بس اشوفكم كل شيء استخدمه ومن منتجات وادوات حتى تعرفون شنو اللي دا اسويه بشعري هسه. فدا استخدم الشامبو والكونديشن من اول بلاكس. الماسكات اللي طبعا فعلا دا استخدمهم هوايه بالوقت الحالي هو الماسك من اول بلاكس، انه اعشق هذا الماسك. والماسك الثاني طبعا كل مدى استخدمه اكثر وكل مدى احبه اكثر هو من بوريوجيو، اسمه دونت سبير ريبير، هيك شكله. هذول الماسكين اللي فعلا فعلا دا استخدمهم هواي بالوقت الحالي وفعلا دا احبهم. وبعد ما اغسل شعري وهيك شيء واسوي ماسكات، استخدم هذا الزيت من مروكن اويل. كلش دا احب هذا الزيت، اذا تشوفون دا استخدمه هواية وحتى ما صار لعندي لفترة طويلة. وهمين اذا ما استخدم هذا استخدم هذا الاولابلاكس نمبر 6 اسمه بوند سموذر. طبعا اثنيناتهم احبهم هواية، فعلا يساعدون ويا الشعر الصغير الفريز. وطبعا خلوني اقول لكم شغلة قبل ما اكمل بالفيديو، من اني اصور بالبيت ومو رايحة المكان ما اخلي اي شيء لشعري حتى ما اغسله اليوم الثاني، احاول ما اغسله كل يوم مثل ما كنت اسوي، انطيه على الاقل يوم يرتاح. فمثلا اليوم انا مو رايحة لاي مكان غير انه راح اصور، فضبطت شعري انه الشيء الوحيد اللي استخدمته هو حامي من الحرارة وخلص، فما استخدمت اي شيء ثاني حتى ما يتقل على شعري ويخليني اريد اغسله اليوم الثاني. فهذولا الاثنين فعلا احبهم هواية. طبعا كلش احب ماركة اول بلاكس، احس انه هي بالوقت الحالي افضل ماركة للشعر، المنتجات الشعر بالنسبة الي. اتمنى تجربون كم منتج منهم لانه فعلا فعلا احب هاي الماركة. واكيد الهيت بروتكتر انه واقي من الحرارة اللي هو هذا همين من اول بلاكس النمبر 6 بوندينج اويل، احد من فوائده يحمي الشعر من ادوات الحراره اللي نستخدمها على شعرنا مثل الشسوار الكورلينج ايرون او الستريتنر. فانصحكم تجربون هذا، طبعا هذا اكثر اويل دا احبه بالوقت الحالي. زين، فبعد ما اضبط شعري وهيك اكو اشياء احب اخليهم بشعري، احب اخلي شويه من هذا الزيت لحتى اذا عندي شعر واقف هيك فعلا ينزله. هذا من الماركه اوي ما اعرف صراحه، ما اعرف شلون يلفظون اسم هاي الماركه، اوي ما اعرف انه او يو اي اي، راح اكيد راح اكتب اسمها على الشاشه حتى تعرفون، بس هذا شكله فعلا احبه. واستخدم همين بالوقت الحالي هذا الفول دراي فوليوم بلس سبراي من ماركه ليفينج بروف، انه هذا يعطيكم فوليوم لشعركم، انه ثخونة لشعركم. فعلا فعلا اشوف نتيجة منه، انا مو استخدمته اليوم بس اذا استخدمه انه فعلا احس شعري كثير. راح اشوفكم حتى تعرفون شنو دا احكي عليه، فانه اخذ مثلا خصلة من انا اقول لكم تخذوه حتى لا، وبعد ما ترشوه تسوون هيجي
ما ردت اخلي اي شيء شعري، بس على عمودكم راح اجربه قدامكم حتى تشوفون شنو دا اقصد. انه بس راح اخليه من قدام ومن ورا حتى تشوفون الفرق وتفركوا هيك بعد ما تخلوه. هسه اكيد امشطه، فما اعرف اذا دا تشوفون الفوليوم مثل ما انا دا اشوفه، انه فعلا دا احس انه شويه انطاني ثخونه بشعري او يبين انه شعري شويه اثخن. يمكن لا ما اعرف الصراحه، بس بالنسبه لي اشوف نتيجه منه انه مو كلش نتيجه كبيره، بس فعلا دا احب النتيجه بالاخص من استخدمه اول ما اضبط شعري. طبعا شعري صار لي هيجي كل اليوم، فيمكن النتيجه تكون احلى من اول ما اضبطه لانه بس اخليه هناك. بس الحد هسه حتى لو انه شعري كان هيجي كل اليوم دا اشوف الصراحه نتيجه، ما اعرف اتمنى تشوفوه على الكاميرا همين. بس فعلا احب هاي السبره، وهاي السبره انه هي بس انه تثبت شعري من مروكن اويل. السبب اللي خليني احب هاي السبره لانه ما تلزق مثل هواية سبره مال شعر، وفعلا خفيفه احب ريحتها، فعلا اكو نتيجه منها، وما تخلي الشعر يكون كلش خشن، انه لما اخليها انه اقدر انه شعري يبقى ناعم وهيك شيء ما يغير اي شيء بملمس شعري. فلهذا السبب كلش احب هاي السبره. من ما اغسل شعري ونادرا ما اسوي هذا الشيء، للعادة أغسل شعري كل يوم، بس بالوقت الحالي دي أحاول ما أغسل شعري كل يوم، فإنه بين يوم ويوم. فاليوم اللي ما أغسل بيه شعري وأحس إنه شعري يحتاج شوية بشكله يكون حيوي أكثر، أستخدم هاي الدراي بار دراي شامبو مال شعر، إنه هو يسموه شامبو جاف للشعر، فكلش أحبه فعلا أنصحكم به. ويعني أكيد ما أقدر ما أخلي هذا المنتج بهذا الفيديو، هو الماجيك رود كفر أب من لوريال، حكيت عليها من كذا مرة على قناتي، يغطي جذور الشعر، فعلا فعلا أحب هذا المنتج هواية. وهسا راح نجي لأدوات الشعر. طبعا الشسوار اللي أستخدمه هو من ماركة دراي بار، و السبب اللي خليني انه عندي هواية اشياء من دراي بار، من اشتريت من ردت اغير ادوات الشعر اللي استخدمهم، وكان ست كبير بكل ادوات الشعر مال دراي بار، فلهذا السبب عندي اياهم كلهم. الشسوار الوحيد من هذاك الست خرب، فاضطريت انه اشتري شسوار ثاني، واشتريته من نفس الماركة حتى انه شكله يكون مثل الشيء، ما اعرف. بس فما اعرف، الشسوار فعلا احبه، ما يحرق الشعر، فعلا حسيت انه صحي اكثر الشعر من الشسوارات اللي جربتهم من قبل. بس الشيء اللي ما احبه بيه يخرب بسرعه، يعني ما عندي شسوار من قبل ابدا خرب علي قبل ما اشتريت واحد جديد، وهذا خرب مرتين. يعني المره الاولى من اشتريت الست بعد يمكن شهر بطل يشتغل، فقلت لهم للمحل انه بشهر واحد وخرب، فانطوني شسوار جديد واخذوا الخربان. وبعد تقريبا سنة الثاني همين خرب، واضطريت اشتري هذا الثالث، وهذا الثالث اللي حصل عندي يعني مدة السنة لحد هسه ما خرب. فأول مرة اشوف هيك شي بالشسوارات، بالعادة الشسوارات يطلون عندي، فهذا فما انصحكم يمكن بهذا الشسوار، حتى لو انه يعني زاد استخدمه، بس لأقول لكم انه يعني يخرب بسرعة. وطبعا دائما احب انه اسوي هيجي ويفز الشعري، واستخدم الواند اللي استخدمه هو همين من ماركة دراي بار. طبعا فعلا احب هذا الواند، احب استخدم الواند، وانصحكم تجربون اي واند الصراحة، لانه فعلا احب انه ينطي ويفز خفيف للشعر، انه مو كلش كورلي او مو انه ويفي نازل، انه ينطي شوية حيوية أحس للشعر، فأحب إنه أسوي شعري بهذا الواند، فعلاً أحبه. مو متأكدة إذا راح أشتريه إذا يخرب، لأنه الصراحة حابة أجرب T3 اسمها الماركة، وهمين حابة أجرب دايسون، فيمكن من يخرب راح أحاول أشتري واحد من هذول الاثنين وأجربهم. بس أحب هذا الواند، صار لي أستخدمه لمدة سنتين، ما خرب لحد هسه، وفعلاً أحب النتيجة من عنده. واكيد الستريتنر همين من نفس الماركه، ما استخدم الستريتنر هوايه مثل ما تشوفون، ما اسرح شعري هوايه، بس استخدمه اوقات انه بس اسرح الشعرات الصغيره دائما جوا وجهي، من يكونون واقفين هيجي، بس عاده
هذا الشيء ما استخدمه هواية، بس السبب الوحيد اللي عندي اياه لانه احس انه كل شخص يحتاج ستريتنر بالبيت، ف هذا سبب عندي اياه. وهم من الدراي بار لانه هو كان نفس الست اللي اشتريت اللي كان فيه الشسوار. وفرشات الشعر اللي بدي استخدمهم، طبعا اسفه بيها شعري انا احتاج انظفها، هم من الدراي بار هاي اللي انه اجفف شعري بيها ويا الشسوار. هاي هنا أنا الفرشه انه بس تساعدني انه تيز ماي هير، انه من اسوي هيك الشعري انه هم يخصصوها لهذا الشيء. شوفوا يعني هيك اسوي شعري بيها، بس ما تحتاجوها اذا عندكم مشط، استخدموا اي مشط لحتى تسوون هذا الشيء. السبب الوحيد اللي عندي هاي الفرشه لانه كانت بالست اللي اشتريتها. ومثل الشيء ويا هاي الفرشة انه امشط شعري بيها بعد الحمام. انه تقدرون تجربون اي فرشة، همين السبب الوحيد اللي عندي هاي لانه كانت بست. وطبعا لازم يكون عندي هيك المشط لانه اصف بي شعري، من اسوي اضبط شعري اكمل شعري بي، انه لازم يكون عندي مشط. وبالعادة احب المشط يكون هيك رفيع. طبعا اشتريت هذول الرولرز من دراي بار لانه يساعدون ينطوكم تخونه فوليوم بعد ما ضبطون شعركم. لحد هسه ما جربتهم مثل ما تشوفون، فاحتاج انه اجرب هذول الرولرز. هذول كانوا كل ادوات ومنتجات الشعر اللي دا استخدمهم بالوقت الحالي. اتمنى انه حبيتوا هذا الفيديو، ما تنسون تسوون لايك وتشتركون بقناتي اذا انتم مو مشتركين بالقناه. راح اشوفكم بالفيديو الجاي. باي.